أهلا بكم مجددا. روسيا ستطور ترسانتها النووية للحفاظ على توازن القوى في العالم، هذا ما قاله اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بعد أن كان قد أعلن أمس أن بلاده تدرس إدخال تعديلات محتملة على عقيدتها النووية. الإعلان جاء بعد جولة لبوتين زار خلالها كوريا الشمالية والفيتنام، ووقع معهما اتفاقيات شراكة استراتيجية أمنية ودفاعية. فهل من علاقة بين هذه الزيارة وهذا الإعلان النووي الجديد؟ وهل ينبغي للغرب أن يأخذ تصريحات بوتين على محمل الجد؟ بداية نتعرف على العقيدة النووية الروسية ثم نعود إلى التحليل. لن تكون هذه هي المرة الأولى إن حدثت التي تدخل فيها روسيا تعديلات على عقيدتها النووية. Это доктрина, это живой инструмент, и мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мире вокруг нас, и не исключаем внесения каких-то изменений в эту доктрину. وضعت هذه العقيدة خلال الحقبة السوفيتية لتقنين استخدام الأسلحة النووية. وقتها كانت تنص على أن موسكو لن تكون الطرف المبادر باستخدام الأسلحة النووية في حال اندلاع صراع معها. بل أن موسكو ربما تستخدم مثل هذه الأسلحة رداً على هجوم نووي أو في حالة التعرض لهجوم تقليدي يشكل تهديداً وجودياً على الدولة. لكن بحلول عام 2020 بعد عقدين من وصول بوتين للسلطة ودخوله في صراعات عدة، تم تعديل هذه العقيدة التي أصبحت تقول إن روسيا ستستخدم ترسانتها من الأسلحة غير التقليدية في وجه أي خطر يهدد سيادة البلاد ووحدة أراضيها وحماية مصالحها ومصالح حلفائها، بمعنى المبادرة بضربة نووية استباقية من دون التعرض لهجوم بالضرورة. كما تنص العقيدة الحالية بعد تعديلها أن بإمكان روسيا توجيه ضربة نووية إذا حصلت على معلومات مؤكدة وموثوقة عن نية جهة ما إطلاق صواريخ تجاهها. وسمحت التعديلات أيضاً بتوجيه ضربات نووية رداً على تعرضها أو أحد حلفائها لهجوم بأي نوع من أسلحة الدمار الشامل النووية أو الكيميائية أو البيولوجية، أو هجوم بأسلحة تقليدية يهدد وجود الدولة أو تعرض مواقع حساسة روسية لهجوم ما. أما ما يريد بوتين تعديله أخيراً هو أن روسيا لا تحتاج إلى ضربة وقائية أو استباقية كجزء من عقيدتها النووية، لأنه في ضربة انتقامية سيتم ضمان تدمير العدو بحسب قوله. ولمناقشة هذا الموضوع أرحب هنا في الاستوديو بالدكتور رافائيل بوسونغ، الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، ومن موسكو أرحب بالدكتورة إلينا سوبونينا، المحللة السياسية والخبيرة في الشأن الروسي. أبدأ معك أولا دكتورة سوبونينا، العقيدة النووية الروسية تم تغييرها بعد حرب أوكرانيا، ولم يعد شرط أن يبادر عدو روسيا قائما. ما الذي سيتم تغييره الآن؟ يعني ما الذي يتم تباحثه في موسكو ليتم تغييره؟ العقيدة النووية الروسية كانت وثيقة سرية لغاية عام 2000، وقتها تم نشر نص هذه العقيدة مع إدخال تعديلات أولى فيها على أقل شيء علناً. ف وقتها روسيا قالت أنها ممكن تستخدم أسلحتها النووية حتى في خطر الوجود لها للبلاد، وأيضا في حال حدوث أعمال تخريبية ضد منشآت نووية روسية. سابقا العقيدة كانت تركز فقط وبشكل أساسي على الضربة الأولى من قبل عدو، من قبل أي عدو، ولكن من الواضح كان أنه أمريكا كانت عدوا وما زالت عدوا أساسيا بالنسبة لروسيا. فالآن فلاديمير بوتين فقط لمح بإمكانية إجراء تعديلات جديدة، ما نوع هذه التعديلات؟ أيضا
هذه التعديلات هي مرتبطة أكثر شيء كما يقول الآن خبراء في روسيا بإمكانية استخدام الأسلحة النووية التكتيكية، ولكن في هذه النقطة أيضا الرئيس قال بأنه هذا ممكن أن يكون رد يأتي كرد الفعل على خطوات نفسها من قبل دول الغرب، لأنه بحسب معلومات كريملين هناك بعض المقترحات في أمريكا حول ضرورة إدخال تعديلات في عقيدتها النووية. فإذا روسيا مستعدة أن ترد، ولكن بالنسبة للضربة استباقية بالفعل رئيس قال أنه ليست هناك حاجة لهذا الشيء. طيب دكتور بوسونغ، بالأمس بوتين يتحدث عن دراسة تغيير العقيدة النووية، اليوم كذلك يتحدث عن تطوير الأسلحة النووية. المواطن الذي في أوروبا يسمع هذا الكلام، هل ينبغي له أن يشعر بالخوف؟ Also man muss es natürlich ernst nehmen. علينا أن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد. منذ سنتين تهدد روسيا بأشكال مختلفة وتطرح ورقة النووي عدة مرات. الهدف هو إحداث قلق في الغرب وإضعاف الدعم لأوكرانيا، ولكن هذا الأمر ليس بجديد. أيضا الحجج التي تطرح ليست بجديدة. الولايات المتحدة الأمريكية والغرب لديها ترسانة نووية، ولكنها لا تهدف إلى الهجوم على روسيا، وهنا تستخدم هذه الحجة بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تطور ترسانتها النووية وبالتالي علينا أن نفعل ذلك بدورنا. إذن علينا أن نعرف أن الأمر هنا يتعلق بإقلاق الغرب ومنع الغرب من دعم أوكرانيا. السؤال المفصلي أو الحساس هنا ليس طبيعة الأسلحة الجديدة، إنما كيف يمكن تفسير التهديد الوجودي للدولة الروسية. هل يفهم في روسيا مثلا إذا يعني كان هناك محاولة لتحرير القرم أو المناطق التي ضمتها روسيا إليها، المناطق الأوكرانية، إذا كان هناك تهديد لهذه المناطق هل سيعتبر ذلك تهديدا وجوديا بالنسبة لروسيا؟ وإذا حصل ذلك سيكون هناك رد نووي؟ يعني الأمر ليس فيه تناسبا في الحقيقة. طيب يعني نفسر هذا المفهوم عن التهديد الوجودي الروسي مع السيدة سوبونينا، لكن قبل ذلك عندما تحدثت دكتورة سوبونينا عن خطوات نفسها يقوم بها الغرب، يعني تطوير الترسانة النووية في الولايات المتحدة وربما في دول غربية أخرى لا أعرف، هل هذا ليس صحيحا أن الغرب كذلك لا يجهز نفسه ربما لعملية روسية مماثلة؟ مرة أخرى، هذا التحديث يعني يتم منذ سنوات طوال ولا يهدف إلى تهديد روسيا. يمكن أن نبحث هل هذا ضروري، هل هذا تطوير ضروري، هذا نقاش قائم في دول الغرب، هل علينا أن نحتفظ بهذا الكم من الأسلحة؟ ولكن هنا نبدل وجهة السياق في الحقيقة، وكأن على روسيا أن تستجيب لهذا الواقع. ولو كان الأمر كذلك لحصل قبل سنوات. قبل فترة وضعت نصبت روسيا في روسيا البيضاء صواريخ جديدة، وبالتالي أصبحت أقرب إلى أوروبا، وهذا يعني يهدد الاستقرار بشكل أكبر. سابقا كان بوتين يعبر بفخر على تطوير صواريخ جديدة وأسلحة جديدة، ولم يكن يتأثر أحد في الغرب بذلك، ولا أحد كان يهدد روسيا بأي سلاح نووي. إذن هناك تغيير في موازين القوى إلى حد ما اليوم.
دكتورة سوبونينا، ضيفي دكتور رافائيل بوسونغ يعني طرح نقطة مهمة، كيف سنحدد أو كيف يمكن تحديد مفهوم تهديد وجودي لروسيا؟ هذا يظل يعني مصطلح شاسع، كيف ترينه أنت؟ يعني ما الذي يعتبر تهديدا للوجود الروسي؟ أريد أن أضيف فقط أن دول الغرب تطور برامجها النووية، ولكن ليس فحسب، هناك مقترحات من بولندا مثلا حول نقل رؤوس نووية أمريكية من ألمانيا إلى بولندا، وهذا يعني أيضا أقرب لحدود روسيا البيضاء وأقرب لحدود روسيا، فأمور مقلقة كثيرة تحدث أيضا من طرف المعسكر الغربي. أما تعقيبا على كلام ضيفكم أنه ما هو خطر وجودي بالنسبة لروسيا، فأكيد محاولة استعادة شبه جزيرة القرم أو الأقاليم الأربعة وهي كلها دستوريا الآن جزء من روسيا هي ستفهم كخطر وجودي بالنسبة لموسكو، ورئيس بوتين واضح جدا كان دائما في هذه النقطة. ولكن أنا لغاية الآن أعتقد أنه روسيا لا تهدد، وأما روسيا تحاول أن ترد المثل وتحاول أن تضع خطوط حمراء أمام دول الغرب وأمام أمريكا بسبب إمدادات الأسلحة لأوكرانيا، وكل مرة هذه الأسلحة هي أحدث وأخطر بالنسبة لروسيا، فهم يجاوزون خطوط روسيا الحمراء. فرئيس هل أفهم من كلامك دكتورة سوبونينا أن الأمر عبارة عن تصريحات يعني أكثر منها من فعل حقيقي باستخدام هذه الأسلحة؟ أنا أتذكر أنه وقت بدأت الأحداث حول أوكرانيا في شرق أوروبا، رئيس بوتين كان يلتقي بدبلوماسيين في الخارجية الروسية وقال لهم أنه جزء من الغموض عليه أن يكون موجود في سياسة روسيا الخارجية وخاصة في تكتيكاتها العسكرية، فهذا الغموض كما نرى هو ما زال موجود، وهذا مقصودا. رئيس بوتين يريد أن تتنرفز، أن تتعصب دول الغرب بسبب تصريحاته، ولكن لا حد يعرف لأي درجة الوضع الآن خطير أم لا. أنا لا أعتقد أن الخطورة هي الآن قائمة بهذه الدرجة، ولكن في نفس الوقت أفهم بأنه علينا أن ننظر بكل الجدية لتصريحات بوتين، فقط علينا أن لا ننسى. لكن دكتورة سوبونينا، عفوا على المقاطعة، لكن لماذا ينبغي النظر بجدية إلى هذه التصريحات وموسكو هددت أكثر من مرة باستخدام السلاح النووي على خلفية حربها ضد أوكرانيا ومنذ أكثر من عامين، واستمعنا مرارا إلى هذه التهديدات، وكان هناك تهديدات أخطر منها كان قد صرح بها يعني عدد من الساسة الروس؟ لأنه إذا ما أخذناها بكل جدية بعين الاعتبار الأمر ممكن أن يكون متأخرا، فهون خطورة الوضع وهون هذا الغموض حول موضوع استخدام الأسلحة النووية أو عدم استخدامها. أكثر من مرة رئيس بوتين لمح بإمكانية استخدام الأسلحة النووية التكتيكية، بعض الخبراء حتى في الغرب يعتقدون أنه هذا الشيء لن يؤدي إلى تداعيات خطيرة. طبعا أكثريتنا يمكن لن نوافق على هذا التقدير، ولكن هذه المقترحات هي موجودة. فقط أدعو أن نركز على نقطة مهمة في تصريحات بوتين، وهو في نفس الحديث في نفس الأجوبة قال أنه نافذة المفاوضات ما زالت مفتوحة من طرف روسيا، وهو يقول في نفس الوقت أنه أسس تم التوصل إليها في اسطنبول وفي مينسك حول شرق أوكرانيا ممكن أن تبقى قائمة.
دكتور بوسونغ، أرى أنك لا توافق على ما تفضلت به دكتورة سوبونينا، لديك تعليق ربما، لكن كذلك لدي سؤال عن هذه التهديدات. تأتي مباشرة بعد الجولة التي قام بها بوتين لكوريا الشمالية وللفيتنام، هل من علاقة بين هذه الزيارة وبين هذه التهديدات؟ بشكل غير مباشر على الأرجح، وبالأخص فيما يخص شمال كوريا، الوضع صعب أو مرتبط بشأن عسكري. بالنسبة لفيتنام هي زيارة سياسية اقتصادية متعلقة بالطاقة، ومع شمال كوريا هناك اتفاقية دفاعية وقعت. إذن هناك مواد كثيرة ترسل إلى روسيا، أسلحة ترسل إلى روسيا، ولربما ترسل يعني شمال كوريا جنودا للقتال في أوكرانيا. وحاليا الوضع متوتر، وروسيا يمكن أن تقف بجانب كوريا الشمالية في لحظة حرجة في الغرب. لا أحد يريد أن يزيد الوضع توترا، أن يكون هناك تصعيد أكثر يصل إلى يعني استخدام الأسلحة النووية. هذا ليس من مصلحة أحد. مرة أخرى الأمر مرفوض جملة وتفصيلا بالهجوم على دولة جارة، ويعني القول أننا نريد أننا نحتل أراضيها نضمها إلينا، ويعني إذا كان هناك محاولة لاسترجاع هذه الأراضي يعتبر تهديدا لوجود روسيا. هذا أمر غير مرفوض، وتهديد باستخدام الأسلحة النووية هذا أمر غير مقبول. ونحن لا نريد التصعيد، ولكن لو كان الأمر على هذا النحو سيكون أمام كل دول في العالم أن يعني تهدد باستخدام النووي، وشمال كوريا تفعل ذلك. دكتور رافائيل بوسونغ، الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية، والشكر كذلك موصول للدكتورة إلينا سوبونينا الخبيرة في الشأن الروسي. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى نهاية المسائية. إلى اللقاء.